اليوم قررت قرار مهم جدا جدا، بغض النظر عن عدة المحارم. اليوم قررت قرار بعد ما بينه اذهبي في امان الله. ليه؟ اشمعنى انا؟ اليوم قررت قرار مهم مهم جدا 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 جدا، واللي هو انه ما رح اوقف دراسي ابدا 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 لحتى ما تطفي الشمعة. يلا نبلش الفيديو. هاي جايز، اذا هي اول مره بتشوفوني مرحبا، انا اسمي سيرين. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبلش الفيديو. ما في فيديو بس يلا نبلشه. اذا عم تسمعوا هاي الاصوات، هذا اللابتوب دائما بحب يعمل لي اجواء، الله يحرمني من اجواءه. وبس هيك، انا ساكته ومتحمله، ساكته ومتحمله. هلا مبدئيا عندي فترة امتحانات، فالخميس والخميس اللي بعده ما رح يكون في فيديو جديد. هلا هذا الفيديو رح انزله نهار الخميس، بس ما بيعتبر فيديو يعني، بس نهار الاحد اكيد رح يكون في فيديو عن يوم الحب. اكيد ما رح افوت هذا اليوم بدون ما احط لمسة الشخصية، فانترو فيديو نهار الاحد كتير قوي، بس نهار الخميس والخميس اللي بعده ما رح يكون في فيديو، الا اذا قررت اسحب على المادة وعلى الامتحان، وساعتها رح انزل فيديو. هداك الفيديو حكيت عن الخطوات اللي اذا بتعملوها بتسهل حياتكم هون بالمانيا. مستحيل كنت اتوقع انه في حدا رح يصدق هذا الشيء اللي حكيته. الشي اللي حكيته هو كلياته غلط، وما في ولا شيء منه صح، وهو يعني الصح والعكس عن اللي حكيته. بس كمية الناس اللي صدقت الشي اللي حكيته، ما توقعت انه الناس تصدق. وانا اصلا ما حطيت انه هذا الشي مزحة او هيك، فاجاني كمية تعليقات انه انت اللي عم تحكيه غلط. اصلا كانت صدمت، ما انا عارفة انه هذا الشي غلط. يا عالم، الشي اللي حكيته بهذاك الفيديو كان بس مجرد مزحة، وما فيه ولا شي صح، وهو العكس الصح. بس حبيت اوضح هاي الشغلة لانه كانت ردود الافعال مخيفة، والناس اللي وكمية الناس اللي صدقت الشي اللي حكيته مرعبة.